فكرة بمليون جنيه واللي عنده الدماغ دي لازم يبقى رقم واحد ومفيش فريق يعرف يقف قصاده. خطة الأهلي نجحت والزمالك خلاص بيحسم مصير زيزو مع الفريق والأقرب التفريط فيه. طب إيه دخل الأهلي في قصة زيزو؟ الفيديو مفاجأة ما تخطرش على بال حد. لا صوت في الزمالك يعلو فوق صوت رحيل أحمد سيد زيزو نجم 100 عقبة بعد العروض الخيالية اللي جت للاعب للاحتراف سواء في المملكة العربية السعودية أو كمان الرحيل لواحد من الأندية القطرية. زيزو جات له عروض بملايين واللاعب بيطالب الزمالك يا إما الموافقة على شروطه المالية أو إنهم يسيبوه يمشي من النادي والموافقة على العروض اللي جات له. لحد هنا الموضوع طبيعي وعادي ومفاوضات بين الزمالك والفرق اللي مقدمة العروض لضم زيزو. ايه دخل الاهلي بقى في القصة دي؟ المفاجأة كانت في قصة اللاعب اشرف بن شرقي اللي الزمالك عاوز يضمه باي شكل في الموسم اللي جاي. في الساعات اللي فاتت وفكرة بسيطة لكن تساوي ملايين قرر الاهلي انه يتقدم بعرض لضم بن شرقي ويدخل في المنافسة مع الزمالك وكمان الوداد والاندية التانية اللي طالبة خدمات اللاعب. دخول الاهلي في صفقة بن شرقي عمل توتر وقلق داخل نادي الزمالك خصوصا ان خلاص كانت المفاوضات بين النادي واللاعب رسمية والأهلي كان بعيد عن الصورة. لكن مع دخول الأهلي في المفاوضات بدأ بن شرقي يفكر في النادي اللي هيحقق له كل طلباته المالية وهيعيش معاه حالة استقرار اللي هو عاوزها. خلينا نتفق إن بن شرقي مش زملكاوي ولا أهلاوي، هو لاعب محترف والنادي اللي هيقدره ماليا أو هيشوف فيه إنه هيكون مستقبله متأمن هيروحه. دخول الأهلي في صفقة بن شرقي دفع الزمالك للتفكير في التفريط في أحمد سيد زيزو وده علشان يوفر السيولة المالية الكافية للتعاقد مع أشرف بن شرقي، خصوصا إن الزمالك محتاج اللاعب كونه في المقام الأول لصفقة جماهيريه وهتنال اعجاب الجمهور الزملكاوي وفي نفس الوقت الزمالك محتاج صفقات الموسم اللي جاي. بحسب التقرير قالت ان الزمالك خايف من حسم الاهلي لصفقه بن شرقي عشان كده قرر انه يسرع عمليه بيع زيزو لكن مستني زياده المقابل والمفاوضات مع الجانبين. ده غير ان في اعضاء من مجلس اداره نادي الزمالك رفض التفريط في احمد سيد زيزو واتكلموا مع مجموعه من رجال الاعمال في الزمالك علشان يقدروا انهم يجددوا لزيزو والموافقه على تحمل تكاليف استمراره في الزمالك. جمهور الزمالك في حاله غضب كبيره بعد التفكير في رحيل زيزو وطلبوا مجلس إدارة القلعة البيضاء بتكثيف المفاوضات علشان يستمر زيزو في الفريق. مش بس كده لكن كمان التعاقد مع بن شرقي ويكونوا مع بعض في الموسم اللي جاي وده التحدي اللي بيواجه نادي الزمالك في ظل الأزمة المالية الكبيرة اللي بيواجهها ومنها إيقاف القيد. لكن يا ترى هل ممكن المسؤولين في 100 عقبة يعملوا مفاجأة كبيرة للجمهور وفعلا يجددوا لزيزو وكمان يجيبوا بن شرقي؟ خلونا نشوف.